فلسطين هي البوصلة بالنسبة إلى هؤلاء، لا يحرفهم عنها تطبيع ولا ضغوط أو إغراءات بحسب المشاركين هنا، ولا طريقة لاستعادتها سوى المقاومة المسلحة. يجب العمل لتحرير فلسطين والقدس، وهذا التحرير لا يمكن أن يتم إلا بالمقاومة العسكرية المباشرة، إضافة إلى كل أشكال المقاومة الثقافية والسياسية والاجتماعية وما شابه. المشاركون رفضوا شرعنة بعض أنظمة الخليج للاحتلال الصهيوني، بل اعتبروا هذه الأنظمة شريكة له في كل جريمة تحدث بعد الآن. نرفض مثل هذه الخطوات التطبيعية لأنها باختصار شديد وبكل صراحة خنجر في ظهر شعبنا. لا نسمح لهم أن يتحدثوا باسمنا، باسمنا كفلسطينيين، باسمنا كعرب، باسمنا كمسلمين، وإنما هم يجب أن يتحدثوا الآن باللسان الصهيوني الأمريكي. يعتبر الحاضرون التطبيع مع إسرائيل ليس مجرد خطأ أو سوء تقدير فحسب، بل جريمة هزت ضمير الأمة وتستفز مشاعر المسلمين. فليقم حكام دول الخليج على يقين بأن أعمالهم هذه تقرب من زوالهم، وهم جاهزون شعوبهم أكثر فأكثر للقيام ضدهم. يؤكد الحاضرون هنا أن التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي هو خيار الضعفاء والمتآمرين، وأن لا خير فيه للشعب الفلسطيني، إلا أنه فرصة مناسبة للفرز بين أعداء القضية الفلسطينية والداعمين لها. مالك عابدة من مدينة قم، الميادين.